وما مدى صحة هذه التنبؤات سي بلعوشي؟ التنبؤات في الصحة ديالها على حسب قدرة الحواسيب ديالها، على المدى الجد القصير فهي جد مصيبة، لأن النسبة ديال النجاح ديالها، والآن يمكن مثلا نمشي حتى العشرة ديال الأيام ديال التنبؤات كتوصل حتى ما يزيد على 95% على حسب الحالة الجوية، لأن بعض الحالات كتكون جد معقدة وكيكون الخطأ هذا ماشي معتمد، ولكن لهذا كيجعل مثلا الحالة الجوية اللي تكون معقدة. وأيضا أن نسبة نجاح هذه التوقعات تبقى رهينة أيضا بشرطها إن كانت قصيرة المدى أم متوسطة المدى أم بعيدة المدى. فعلا، ولكن حتى الفهم ديالها، لأن الأثر الجوية هي متجهة لعدة قطاعات حيوية. مثلا إلا خدينا في ميدان الطيران، معروف على أن الطيران في الإقلاع ديالو ولا في الرحلة ولا في النزول ديالو فهو مرتبط بواحد الارتباط جد وطيد فيما يخص الحالة ديال الطقس الموجودة في المطار. مثلا إلا كان الفلاح توا كياخذها بالنسبة للفلاحة ديالو، واش هاد النبتة واش تحتاج رطوبة، واش تحتاج طول، واش تحتاج رطوبة ولا عالية ولا ناقصة، كل قطاع كيكون ملتزم بعض المعطيات.